يا ابو محمد تو واصل من الحسا جايب رطب معه على كيفكم. هنا بحي الخزامة مقابل التميمي. ابو محمد محمد على كم الرطب تحسب المتابعين؟ المتابعينك احنا نبيع الصندوق ب 20 بس لا متابعينك ب 15. الله يرزقك. غيري يبيع ب 30. انا جاي من الحسا وان شاء الله ما يجي بعد العشاء الا ومخلص كله. اي والله هذا 3 كيلو ب 15. 3 كيلو ب 15 ريال. واللومي على كم؟ اللومي ابو 20 ب 15 حبه كبيره. وعندك تين بعد اشوف. عندي تين حساوي يحب قلبه. على كم؟ 30 ريال الصندوق. 30. ايوه عندي خصاب. اشوفه على كم؟ ام رحيم كله على 10 الصغير. الله يرزقك يا ابو محمد. الله يرزقك. جزاك الله خير. انا باخذ رطب والتين. أيوة تمام. هنا ابو محمد موجود قدام سبير السلاب عند البنك الاهلي مدخل حي الخزامه. تمام شي ابو محمد. سلامتك حبيبي. السلامة. ابو محمد ما شاء الله وجهه سمح يستاهل كل خير. الله يرزقه ان شاء الله. فاذا انتم شريتوا اللي عنده كله وخصت بضاعته فالله يرزقه والله يجزاكم خير. وانا بمر العشاء الوعد اللي قلت لكم اياه انه مخلص باذن الله بضاعته. ان لقيت عنده شيء فباخذه كله على حسابي والله يكتب اجرنا واجركم. ابو محمد الله يسلمك شلونك؟ حياك الله يا بقى بقى رطب باقي شوي بس باقي شوي؟ بيض شوي هذا كله عندي. لا بالله ما قصروا بيض الله وجه متابعينك صراحه. تستاهل تستاهل الله يبيض الله وجه. طيب الله الباقي يا باخذه. جزاك الله تمام الله. بكره انت موجود اللي ما لحق اليوم؟ موجود ابد اللي ما لحق. الساعه كم؟ بكره تين ورطب ولومي وبوميا ما شاء الله. من الساعه كم؟ ابد من الساعه 11 الظهر الى الساعه ثاني خلص لبعد صلاه العشاء. طيب الله يرزقك. الله يسلمك يعطيك العافيه. موفق يا رب.